ينضم إلينا الآن من إسلام أباد مفدنا درويش الطويل، وأيضا ينضم إلينا من كابول مراسلنا فضل القاهر قاضي. أهلا بكما. دعنا نبدأ معك درويش، دعنا نتابع معك أبرز ما جاء في كلمات المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع الطارئ لبحث الوضع في أفغانستان. يعني من أبرز ما جاء أو النقاط الرئيسية التي تحدث بها المتحدثون في الجلسة الافتتاحية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي هي الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم في أفغانستان، وأن على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الدولية وأيضا على منظمة التعاون الإسلامي العمل سويا والعمل في إيجاد خارطة طريق، سواء كانت للأزمة الإنسانية أو الأزمة السياسية أو الأزمة الاقتصادية التي تشهدها أفغانستان، وبالتحديد فيما يتعلق بالأزمة الصحية وخاصة انتشار فيروس كورونا في أفغانستان. إضافة إلى ذلك، يعني وزير خارجية باكستان أكد أكثر بأن بلده أكثر تأثرا بالأوضاع الإنسانية وأيضا السياسية، لأن باكستان جار ولديه حدود برية كبيرة جدا مع أفغانستان، وأن هناك العديد من اللاجئين فروا من أفغانستان عندما انسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان. وبالتالي تحدث أيضا رئيس وزراء باكستان على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في وضع خارطة الطريق والتكاتف لإيجاد حل، لأن أي انعكاس للآثار السلمية سوف يؤثر على المجتمع الدولي. تفضل بالبقاء معي درويش، دعني أنتقل إلى مراسلنا فضل القاهر قاضي من كابول. فضل، أهمية هذا الاجتماع بالنسبة لحكومة طالبان، خاصة بأن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ تولي حركة طالبان زمام الأمور والسلطة في أفغانستان. بالفعل في الواقع هذا الاجتماع الذي عقد في إسلام أباد يعتبر أول اجتماع حقيقة بعد وصول لحركة طالبان إلى السلطة هنا بعد الإطاحة بالحكومة السابقة. وطبعا يعني تعتبر حركة طالبان هنا في كابول هذه القمة، قمة أو هذا الاجتماع تعتبرها اجتماع مهما، خاصة تتمثل فيما يتعلق بالاعتراف لها. طبعا لا شك أن طالبان تنظر لهذه القمة باعتبار أنها ربما قد تساعدها في أن تتعامل مع دول العالم، خاصة دول الإسلامية فيما يتعلق حتى تعترف بها. لذلك طالبان تتعول كثيرا على هذه القمة فيما يتعلق بما تخرج منه من نتائج فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية، خاصة وأن البلاد كما ذكر زميلي هناك في إسلام أباد بأنه في الواقع الوضع المأساوي تزداد سوءا، خاصة مع الجفاف وكذلك وأيضا مع كوفيد-19 كورونا، وأيضا كذلك النقص في الغذاء وأزمات أخرى. ولذلك حركة طالبان تطالب في الواقع بالإسراع فيما يتعلق برفع التجميد عن الأصول الأفغانية أو الاحتياطيات البنك المركزي حتى تستطيع في الواقع من إدارة البلاد. شكرا لك مراسلنا فضل القاهر قاضي كان معنا من كابول، والشكر أيضا موصول لمفدنا درويش الطويل كان معنا من إسلام أباد.